عاش الملك، عاش محمد الثاني، عاش الملك. انا ساكنه في درب عمر في لوغينيس ترونسبور، عندي واحد دري بارك تبيع ويشري، ما عند ما خدام ردام. المهم قيدونا، قالوا لنا غنعطيوكم غنديروا لكم، ما عطاونا حتى شي حاجه. انا انسانه مثقفه، عندي 5 الولاد. المهم قريتهم، دافعت على وليداتي، عزيزه عليا بلادي، روح المواطنه، فهمتيني. انا ما كنت حتى واحد، ولكن كمغربيه كانسانه عطوني حقي كمواطنه. باش كطالبي باش كطالب تنطلب كما قيدونا، قالك غيعطينا واحد المحل ولا شنو، غيعطيه لولدي. انا انسانه كافحت في هاد البلاد، قريت ولادي، عندي واحد، اش غندير ليه؟ من حقي نطالب بحقه. واش حيدوا لكم السلعه؟ حيدوا لنا، ما حيدوش لنا السلعه، قالوا لنا ما تحطوش. البارح جابوا هذا وهرسوا كل شيء وحيدوا كل شيء، من حقهم حيدوا الزبل، ولكن يديروا لنا فين نتا حنايا نعيشوا ياك كمغربيه. هادشي والله يبارك في عمر سيدي، والله يحفظوا لينا. جاتني حقره في بلادي، جاتني حقره كمواطنه، حقره. ناس يجيو يشوفوا مشاكل الناس، كاين الناس اللي ما لقاش ياكلوا، كاين الناس اللي مساكن هازين اسر. انا عندي ولد، اش غندير ليه؟ نخرجو يكريسي؟ انا ما خليتوش يدير حتى شي حاجه خايبه في البلاد. انا ضد هذيك العنف، ضد ذاك العشوائيه، ومواطنه صالحه يشوفوا هاد الناس المسؤولين. اشنو هاد الناس؟ كأم وكمواطنه وكمغربيه تجيني الغيره على 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 بلادي وعلى ولادي. يديروا لينا شحال، يديروا لنا شحال، ماشي ضد هاد الشيء. شكرا لك. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.